بس ثواني انا بعدني اي وياك الثاني وياك وياك خلينا بصدد الموضوع. كيف حالك اخبارك؟ بس الحمد لله بس ما اعرف الكاميرا واضحه ولا اي واضحه الصوت. كلش تمام كله تمام كله تمام انا واضح يمك وكلش واضح تمام اي تمام. كيف حالك اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. يسعدني اليوم تمام انا يسعدني اليوم ان التقي بالفنان العراقي مروان باسم الادهم المقيم في روسيا واللي قضيت حياتك الاعلام الروسي وصراحه جدا متاثر بيك وبعمالك وبتضحيتك للفن صراحه وصراحة أنت من أسعد. ضمن الأشخاص اللي متأثر بهم هواية ومن ضمن تسلم الأمور لي. اللي صارت فيك. يسعدني اليوم راح أقدم لك بضعة أسئلة حاول تختصر الجواب ببضعة كلمات أو أسطر يعني لأنه موضوع طويل إذا أجلس معك تمام. يعني يحتاج لنا ساعات تعرف هذا الشيء. صح. أوكي السؤال الأول اشرح لي كيف بديت بالفن ما هي مسير حياتك كفنان وبدايتك الدخول هذا العالم. بحقيقة الفن ما كان هو يعني ما كان هو مسار اللي يعني مختاره، هو أشبه بفرضية يعني طرحها علي أحد أساتذتي بالدرس الفنية ثالث متوسط، قال لي إنه عندك لمسة فن أو عندك لمسة فنان اي نعم وممكن تكون الشخص المثالي يعني تقدر تنجح بهذا المجال. فقلت له إنه أنا عندي طموح يعني طموح آخر يعني مجال آخر، المسار اللي يعني أريد أكون مترجم او اكون شخص يشتغل بالقنصليه او كذا. كانت عندي طموح انه اسافر واتكلم عدة لغات وكذا، فقال لي انه الفن راح ينطيك هذه الصفه، يعني راح من خلال الفن راح تقدر تتكلم اللغه، راح تقدر تسافر تلتقي باشخاص من عالم اخر، أكيد هذا الشيء وبنفس متوقع. الوقت راح يكون عندك هي الاضافه بالضبط، وراح تكون عندك هاي الاضافه انه انت فنان، انت مو شخص عادي، واضافه لكل هذا انه انت راح تكون من يعني كنجم تكون او ك يعني فش ضوء ساطع ببلدك، يعني تمثل بلدك بمحافل اخرى. بالفعل فهذا الشيء بالفعل. اللي خلاني اكون طموح لهاي النقطه، وهو اللي شجعني بصراحه. اذكر اسمه سلامه محمود، استاذ التربيه الفنيه تحياتي بالمدرسه تحياتي القيروان، تحياتي لي. بس بعدها هو يعني وكأنما معجزة أنه هو إجا، لأن كانت نصف السنة مجرد يعني شهرين أو 3 أشهر اي نعم إجا للمدرسة، وبعدها انتقل للإشراف التربوي اللي هو بوزارة التربية، يعني أترقى مباشرة سبحان الله بعد ذاك الموقف، فالتقيت فيه بعد 5 سنوات وشكرت على هذا الشيء طبعا. فهي تحياتي لك كانت أول خطوة لي للفن. ودخلت لهذا المجال وبديت تتعمق دخلت وبديت تتابع. بالضبط بتشجيعه وبدعمه. تمام نتوجه للسؤال الثاني. نتوجه اوكي لماذا اخترت الرسم من بين باقي الاختصاصات الفنية؟ بصراحة أنا ما عندي أي معرفة بالفن وما عندي أي اطلاع. عندي أحد أفراد عائلتنا عماد الطائي هو فنان تشكيلي. سمعت عنه سمعت عنه ايمن قال لي عنه بالضبط، لكن انا شخصيا ما عندي اتصال به، لكن هو وابوي يعني اخوه بالرضاعه، فابوي تحياتي دائما لك كان دائما يكلمني عليه، ودائما سوالف اهلي واسع يقولوا لي ويك شوف عمك. بالضبط يقولوا لي شوف عمك. فاكتشفت بالاخير انه والدي هو كان كان حلمه انه أساس انا اكون التحفيز كان فنان. أساس التحفيز بالضبط كان هو اللي تحياتي يريدني لك اكون فنان بس ما اعطاني اياها مباشره. تسلم. عموما فصار الفن عن طريق، قلت لك اول خطوه كانت هي استاذ اللي قال لي انه انت ترسم يعني انت ممكن تكون فنان هو تشكيلي. اكتشف الموهبة يعني هو بالضبط. اكتشف ومع الموهبة العلم اثناء التقديم اكتشفوا احد مقرر قسم المسرح عرض علي انه اكون طالب بالمسرح بدون اختبار بدون اي شيء، مجرد انه عجب يعني الخاراكتر الشخصيه، اي نعم فعرض علي انه ادخل المسرح، لكن تمسكت بنصيحه استاذي يعني وقعت على انه اكون فنان تشكيلي. كلش ممتاز نتوجه للسؤال الثالث. تمام. هل لديك مواهب وأعمال خارج إطار الرسم؟ اي واحده من عندها انه ممثل مسرحي، كان عندي هدف انه interesting اكمل بها، لكن الاحتكار كانت عندنا مشكلة بداخل المؤسسة اي انه نعم اذا انت يعني اذا انا علمتك المسرح فما لازم تروح تشتغل مع احد غيري، اوكي فكانت كنا احتكار او هيك شيء متقوقعين بالضبط احتكار.
كان كنا متوقعين انه نشتغل المسرح فقط بداخل قسم الفنون التشكيليه، ما يعني ما كنا نقدر نطلع لقسم المسرح، وخصوصا كانت اكو هذا التنافر ما بين المسرح والتشكيل. لكن نعم بعد يعني بنهايه الدوام كنت اروح دائما للمسرح اشتغل وياهم، اعتقد طلاب المسرح كلهم يذكرون هذا الشيء، انه اغلب ديكورات المسرح والاعمال المسرح ومهرجاناتهم كان مروان قائم على يعني اعمال الديكور. شاهدتها وحدة أه المعهد سواء شلون جميلة، شاهدتها أسرع المقاطعة، شاهدتها اللوحة العظيمة وصراحة حضنتها بإيدي تسلم. من الدهشة، عظيمة كلش اللوحة كانت. اي فكنا نشتغل يعني مو فقط رسم باللوحات، وانما رسم جداريات، وبنفس الوقت رسم او اعمال الموزايك الفسيفساء، وبنفس الوقت قلت لك انه المسرح كتمثيل. للملاحظة يعني علما انه دخلت بعدة اعمال، لكن اكو مصطلح ما اعرف ايش يسمونه، اللي يعني صديقك يشوفك انه انت قاعد تدخل بمجال، يعني ممكن يكون هذا المجال شوية بعيد، لكن شو يسوي، ياخذ الاخبار مالتك يروح ينقلها للاساتذه، فالاساتذه يواجهونك ثاني يوم الصبح يقولوا لك اذا نشوفك مره ثانيه بهذه يعني بالمسرح او نشوفك باعمال مسرحيه راح نرسبك بهذا النص. اكثر من مره انطرحت على فقط لان انا مشارك بعمل مسرحي، واضطريت انه انسحب تقريبا من 3 اعمال مسرحيه اللي هي مؤهله المهرجان، يعني مهرجانات السنويه اللي بنهايه السنه. يعني تخيل انه انا ادخل العمل وبالمساء وبالصباح علما، يعني مو فقط مثلا مو نقول بالصباح وهذا الشيء عارض الوقت الدوام مالتي، وانما بوقت المساء اللي هو ما له دخل اساسا وبقت دوامي، وعلما انه انا كنت كلش مجتهد بمجالي يعني بقسم التشكيل. والدليل على هذا انه انا طالع الاول على قسمي، يعني انا ما مقصر بشيء ومؤدي واجبي سواء بالنظري او بالعملي او باقي الدروس بشكل يعني عظيم. أنا يعني بصراحة أحسد نفسي إنه كيف كنت أنجز هذا الشيء، وبنفس الوقت أروح أشتغل أعمال ثانية، لكن أكو هاي الغيرة، أكو هذا الحقد، أكو هذا هو كل النقمة إنسان اللي ناجح موجودة محارب، عندنا. أي نعم كل إنسان ف ناجح محارب. يعني حتى واحد من المرات بسبب شعري، إنه الأستاذة مالتي طلبت من عندي إنه أدخل يمها، يعني أكون يمها، يعني عندنا عرض مسرحي، فأنا موافق إنه أشتغل يمها، وبنفس الوقت عندي عمل آخر اللي هو بالمسرح مسائي. فلما سمعت انه انا دا اشتغل هناك قالت لي لا لازم تشتغل يمي. قلت لها مو انا دا اشتغل يمك يعني ماكو مشكله، فقالت لا لازم تترك هذاك العمل او ارسبك يمي. فاضطريت انه زين شعري وطلعت من العمل، يعني لان هو كان الدور كلي على مود الشعر الطويل، فضربت العملين وطلعت من عندهم. اي نعم هو وهذا مشكلة كان الغيرة، بالضبط، مشكلة وهذا كان الغيرة. اخر شيء يعني انتقمت من نفسي بصراحه، لان هذا كان خطا، كان المفروض اضحي بالدرس مال الاستاذه مقارنه انه اقدم هذاك العمل، لأن كنت كلش متحلق ويا صديقي مهند، مع يعني أقدم له كل التحية، وأني آسف لأن تحياتي لك، خذلته بهاي تحياتي لك، اللحظة، لأن تحياتي كنا لك. فعلا وصلنا لمرحلة كلش متقدمة بالعمل وخذلته بها. جيد. وأكيد هو مو كان خياري، كان ضغط عليه. بصراحة أنا ذهبت قبل مدة لمعهد الفنون، شفت الكادر، ما في اهتمامات للأعمال الفنية، ماكو هذيك الخامات اللي لا تقدر تشوفها، نهائيا. ماكو نهائيا. أنا شفتها المعهد اللي أيام الزوراء، كان اي صديقي زميلي أيمن، تحياتي له، اللي هو صار أحد أقاربك أو القريبين، صار صح، في ابن محبتني. عمي. أي نعم كل الصديق يعني، وأنا دا أحفز عليه هواي بحيث يدخل هذا المجال، دا أنوع منه يعني، أدز له هواي شغلات. صراحة هو موهوب، عنده طفرة موهبة. صح، هو من طفولته موهوب. بس انقطع الفيديو. اي نعم تمام. تمام. نتوجه لسؤال آخر. هل أنت متأثر بأعمال الرسامين؟ ما هو مثلك الأعلى في الحياة؟ أكثر شخص تأثرت به؟ والله بصراحة تأثرت أنا بشخص واحد، وهذا الشخص كان صديقي ورفيقي بكل حياتي من ال5 سنوات أعتقد أو 4 سنوات. هذاك الشخص هو طفل صغير اسمه مروان، كان قاعد على الشجرة بعد ما كان زعلان كلش من عائلته، وبهذه اللحظة أول مرة يشوف الطيارة، طيارة، وبنفس الوقت تطير. اللي مرت فيه الطيارة هو بده يفكر بهذا الشيء، الطيارة شنو هاي، شلون الطيارة، يعني انا اعرف طيارة، احنا قارينها يعني اعرف انه احد اقربائنا بالكتب وكتب مالتهم القراءة اكو طيارة وما اعرف ايش، زين هي طيارة حديد هاي شلون طيارة. فبقت هاي التساؤلات ببالي، فقلت اريد اصعدها، اريد اصعد بالطيارة، اريد اشوف العالم هناك. وبنفس اللحظة
يعني اللي مرت بها الطيارة أكو كان القمر موجود. تعرف القمر يطلع أحيانا بوقت النهار اللي هو العصرية قبل الغروب، قبل ف الغروب ويطلع الفجر تقريبا، مش قبل ما بالضبط، يطلع فيكون يعني. واضح نوعا ما. فهذا الطفل مروان بقى طموح، يعني بقى يفكر بهاي الأشياء، انبنت حياتي حتى بالوسط الفني، انبنت حياتي على أساس هاي اللحظة اللي مريت بيها. ولهذا السبب دائما أغلب جدراني تلقى يا أما قمر يا أما فضاء يا أما تلقى نجوم يا أما تلقى فأنت تعرف أشياء. فيه يعني من ذاك الوقت تعتبر. وحتى بالأعمال الفنية كانت دائما نبرة الحزن اللي كانت موجودة بهذاك الطفل دائما أعبر بها عن اللوحات، يا أما تكون اللوحة غامقة يا أما تكون رومانتيك، يعني تكون رومانسية يعني مبالغ بها دائما. جميل. أعتقد هذا السبب اللي هو وصلني لهاي النقطة، يعني هذا الطفل اللي هو اللي تأثرت بيه كلش، يعني حتى أنا كبرت ما أقدر أنسى هذه اللحظات. هي لحظة البناء، أو نقدر نقول الشعلة اللي هي بدأت فيها، أنت بالضبط، بدأت فيها. زين، بناء السؤال الشخصية الآخر، بدأت هي معك. بنيت نفسك بهذا الأمر. أوكي، السؤال اللي بعده، هل برأيك أنه أي إنسان يستطيع أن يصبح فنان؟ هل الموهبة ضرورية بهذا المجال أم لا؟ ممكن أي شخص يتقن المجال، لكن الإبداع بهذا المجال يحتاج صفة مزروعة بالشخص، يعني يكون ينولد بها، وكل شخص هو ويكون مبدع. مختار لهذا الأمر تقصد؟ بالضبط، يكون مختار. بالضبط، لا هو كل شخص مبدع. مثلا على سبيل المثال، أنا أكون مبدع بطريقة الإقناع، أنا شخص أعرف أتكلم، أقدر أروح أدخل مجال الرسم وأرسم وأبدع بيه وأكون متقن. أنا انخلقت أساسا لأجل الإقناع، نظرية الجدلية والفلسفة وما أعرف إيش، لكن فهمتك. لما أدخل بمجال الرسم أنا راح أتقن مجال الرسم، لكن ما راح أقدر أكون مبدع بيه. ممكن أرسم لوحة مثالية تكون كل الصفات اللي موجود بها، بس تكون يعني تفتقد للإحساس، تفتقد للمشاعر، الحب، الحزن، العاطفة، الرغبة، هذين المشاعر. فاهم يعني هذا أكو قصدي، لوحات فاهمك. مرات تحسها إنه تتكلم، تقول إنه هاي اللوحة قاعدة تتكلم أما أو دا تعكس روح أشعر الفنان بها. بالعمل الفني. بالضبط، أما تجي على لوحة فتلقاها مثل الفوتوغراف لكن بدون مشاعر. فممكن أي فهمتك. شخص يرسم لكن مو أي شخص يقدر يبدع وينقل إحساسه. تقصد تعبير الرسام أو التعبير، بالضبط، ومو للملاحظة مو فقط بالرسم، وإنما كل الموسيقى والمسرح هي والتصميم كل حتى الأمور، كل الفوتوغراف القصص، كل القصص. بالضبط. أنا قبل مدة من رحت، رديت أدخل سمعية مرئية، أنا عندي شايل مخلص يعني ثالث وجامعة وهاي، فشفت إنه ماكو ذيك الطاقات. تفاجأت صراحة صح، من الكادر ومن الناس، وكأنما ما تحس إن الفن كأنما مدرسة، يعني ما مجرد طلاب يدرسون بس ماكو هاي الطاقات اللي يعني، أو ماكو إبداع. هالشي حزني صراحة بالضبط، هواية. لو تجي أنت على أوروبا هسه، عندك روسيا هواي بيها رسامين، هواي أعرف ناس يعني رسامين هواية. عذرا هاي النقطة. صح، روسيا بها هواية رسامين وبها فنانين مبدعين، لكن إذا نريد نحكي على آخر جيلين موجودين، للأسف فشل ذريع، تقصد فشل في روسيا ذريع. الآن، في روسيا الرسامين آخر جيلين. المدينة اللي أنا بها أكو مؤسسة ثقافية، لكن يعني تفتقد للثقافة وتفتقد لطلاب الفن، حتى تفتقد للأساتذة. الجامعة اللي أنا بها مش عجب، فشل، مش عجب. يعني أنا دخلت هناك أنا متفوق على رئيسة القسم، يعني رئيسة القسم تيجي تاخذني وياها لأجل إنه ندخل معارض. يعني الملاحظة، يعني رئيسة القسم هي نفس رئيسة جمعية الفنانين اللي بمدينتي، تيجي تاخذني من الجامعة لأجل إنه تدخل معارض وتقول لهم إنه هذا تلميذ، وعلى الرغم إنه أنا مو تلميذ، يعني عندي أستاذ آخر، لكن تدخل إنه مروان تلميذنا وما أعرف إيش وتتفاخر بيه. كون أنت عراقي وعندك أعمال وناجح بالضبط، وطموح وهاي وحتى القصص. رئيسة الأستاذة العفو مالتنا اللي مساعدة رئيسة القسم لما كانت تدخل تقول لي يعني ما أخاطبك بصفتك طالب وإنما أخاطبك بصفتك فنان، لكن الاختلاف ما بين العراق وروسيا هو التكنيك لا أكثر، أما يعني كفن هو ممكن مستمر يكون الفن هنا ولا أكو تطور، لكن قلت لك إنه بالوقت الحالي الفن ضعف كلش، يعني كلش شو ضعف. سبب الضعف؟ شنو سبب الضعف؟ حاجة أوضاع مثلا؟ المشكلة إنه بالمؤسسات، أنا آسف التليفون اللي يتحرك لا عندي، عادي عادي، تعرف التصوير أتمنى الموضوع لا طبيعي. لا عادي طبيعي. المشكلة إنه الفن منغلق، يعني مثلا أنا كان عندي اقتراح، أنا دخلت الجامعة سنة واحدة وصار بعدها الحادث جامعة الفنون،
اقترحت عليهم انه لان دخلت انا شفت واحده من النقاط على مدى يعني 4 أشهر او 5 أشهر انه كل اللي يحضرون يعني مثلا هسه اكو معرض اللي يسوونه مثلا 3 فنانين يشتركون به وكل الضيوف اللي موجودين هم نفسهم طلاب واساتذه الرسم فقط، يعني ما دا القى مثلا طلاب مدرسه او ما دا القى مثلا طلاب جامعه اخرى مثلا جامعه طبيه او غيرها، او مثلا ما دا القى ناس عاديين من المجتمع انه يدخلون هاي القاعات. ليش؟ لان المؤسسه مغلقه، يعني الاعلان ما موجود لكل الناس، موجود فقط بالمؤسسه الفنيه نفسها، فالضيوف اللي موجودين موجودين على مستوى يعني الوسط الفني فقط. احنا هنا محتاجين توسع. فاني مثلا انطيت فكره للطلاب مالتنا على سبيل المثال، قلت لهم انه احنا عندنا يعني 9 أشهر هي السنه الدراسيه، اذا بالشهر نقدر نرسم 3 لوحات او 4 لوحات صغيرونه اللي هي حجم صغير، وبداخل الورشه مالتنا نقدم هذا يعني نعلق هذه اللوحات على الجدران وندعو اصدقائنا من باقي الكليات، يعني باقي طلاب الفنون مثلا الموسيقى والباليه بالضبط، الكتاب الاداب ما اعرف ايش، ونقول لهم تعالوا شوفوا لوحاتنا، نشوف العمليه اذا نجحت شهر وشهرين. هذول الطلاب اكيد عندهم اهلهم، عندهم مثلا اصدقائهم ايضا يقدرون يدعونهم، فايش راح يصير؟ راح تتوسع. احنا يعني انا ما محتاج اسوي اليوم اعلان على السوشيال ميديا، انا محتاج انه من شخص الشخص يصير الدعوه تحب تنشر الامر هاي المعارض العالم، سواء كانوا بالضبط من غير اعمار، رسامين، فنانين، مخرجين، كل شيء يعني بالضبط. يعني مثلا انا زوجتي ممرضه، تقول لي انا في حياتي ما شفت معرض او ما داخله معرض فنون، لان ما نعرف احنا هاي المعارض وين تكون. عندي الدكتور اللي هو الجراح مالتي كلش يحب الفنون، وأول مرة دخل الفنون هو دخلها وياه، يعني ورا ما شوية قدرت أتحرك وجتني دعوة، فهو كلش قال لي مروان أي وين ما يصير معرض خابرني الله يخليك، يعني يتوسل يقول لي أريد أدخل معارض، وفعلا أخذت أكثر من معرض. لأن الناس أكو ناس أكو جمهور، أكو ناس محتاج، أكو هذا يسمونه تعطش للفن موجود، يعني هالمشاعر والرغبة موجودة عند المجتمع، لكن المؤسسة مغلقة. يعني هسه مثلا معهد الفنون الجميله ما حد يقدر يدخل له، اما بالزمن النظام السابق كانت المؤسسه مفتوحه والاعمال مال الطلاب النحت كانت توضع على الرصيف مال يعني الشارع العام اللي موجود امام المعهد اللي هو شارع دمشق اعتقد اسمه. المهم الاعمال موجوده من معهد الفنون الجميله من معرض بغداد الدولي تمتد لحد منطقه العلاوي، الأعمال مال الطلاب النحت توضع هناك، الأعمال مالتهم اللي هم الدراسية، احنا ما نقول أعمال نتاج مال رأس السنة، وإنما اللي هي الدروس اللي يمارسونها يوضعون الأعمال مالتها بالشارع، تلقى طلاب الفنون بكل مكان يعزفون، تلقى طلاب الرسم بكل مكان عندهم لوحاتهم يرسمون، الناس كانت تشوف، الناس كانت شلون تطلع على الفن وتتعرف عليه وتتناقش ويا الفنانين أو ويا طلاب الفن، فكانت أكو صلة، هاي الصلة هسه انقطعت ما موجودة، المؤسسة الفنية مغلقة. جمعية الفن انت شوك دخل جمعية الفنون الجميلة، ورغم انه انت ايضا بالوسط الفني عندك احتكاك كلش قوي او انت جزء من المنظمات الثقافية او الوسط الفني، شوك اخر مرة قدرت تدخل جمعية الفنانين التشكيليين؟ والله ما داخلها يمكن اساسا. أوكي. لا انا رحت المعهد الثوراء دخلت كله يعني كل اقسامه كله شفت الجمعية. اي نعم شفتها. لا جمعية الفنون التشكيليين وين صار؟ المشكلة انه الاعلان شفت وين صار، هي صار المؤسسة بصف المعهد، يعني وين الجسر مال المشاة صار مباشرة بجانب. انا دخلت المعهد يصير بها معارض كأطلاع، كانت بالبداية كأطلاع صح المستوى الفني اذا اعرف، لانه اذا ادخل ادرس اغماني يعني متنوع بالمجالات. صح أنا أقصد إنه هواية من الناس ما يعرفون إنه أكو جمعية فنون جمعية فنانين تشكيلية هنا، وبنفس الوقت حتى إذا يعرفون ما يعرفون شو كده تصير بها المناسبات والمعارض، حتى يعرف إنه شو كده ممكن واحد يدخل. فهاي عندنا إحنا نقص بالترويج، عندنا نقص بالجمهور، عندنا يعني صارت أكو قطيعة ما بين الوسط الفني وطلابها وما بين المجتمع. إذا تذكر المشروع 40 مليون هو ناس من أساتذة أو طلاب أصدقائي بالوسط الفني انتقدوني، كانت انتقادات هاي واحدة من الأشياء اللي ضعفتني بصراحة كسرتني. لا شجعتك بالعكس أنه أفرح بهذا الأمر، هذا عمل عظيم بصراحة. أنه شلون أنت ترسم، يعني ليش ترسم وليش كذا وليش كذا،
كانت المشكلة آسف التليفون كلش دي يتحرك عندي. خذ وقتك. أوكي مو مشكلة كلا رح ألزمه بإيدي. فالمشكلة اللي كانت أنه الناس ما قاعد تتقبل فكرة أنه الفن يرجع يكون على اتصال بالمجتمع. أنا اللي كنت أريده أنه كل مواطن ممكن يحمل لوحة خاصة به. يعني هسه لا تجي على الفنانين الرسامين تلقاه يرسم لوحة واحد مطرب، أو تلقاه يرسم لوحة أستاذ أو فنان ممثل، بس ما يرسم مواطن عادي. ليش؟ الفن مقتصر بس على يعني بين الممثل والمسرح والممثل والمطرب والممثل مثلا كحاجة مادية أكثر من حاجة الداعية. يعني هي هاي ويا المواطن العادي بالضبط صارت مو صارت مادة، يعني المادة الشيء رئيسي بين بالضبط. أما لما تجي تجي للمواطن العادي يعني تجي العفو فنان فتجي لما يجي الرسام يرسم لوحة للفنان يرسم لها مجاني، ومع العلم هذا الفنان تلقاه يجوز شخص غني أو تلقاه شخص هو مشهور وكذا، فبس للترويج يرسم له لوحة للفنان هذا. للأسف. أما لما تجي للمواطن العادي لا يطلب من عنده فد رقم يعني. فهاي واحدة من الأسباب اللي سببت القطيعة ما بين الوسط بالضبط. فسبب الناس يعني أنا ما عندي يعني هذا المبلغ إنه أدفع مثلاً حتى أشتري اللوحة. اي صح فالناس بدت شلون صار نفور فاني فاهم هذا المجال بالضبط صار نفور بين هذا الوسط. ليش اغلب الناس برايك مروان عزيزي انه ينظرون للفن كحاجه ماديه او يقول لك الفن ما يفيدك او ما بيعيشه او يعني حنك شغلات غير اخرى والى اخره؟ اكو نفور لهذا المجال ما حد يدخل الا من القلائل. هاي مشكله الوعي. هو قلت لك السبب القطيعه. هسه لما انت تجي تسال اي مواطن عادي من الشارع تقول له شنو رايك بمحل الفنون الجميله، فراح يقول لك دمبكتشيه. تعرف ليش؟ لان هو ما داخل المحل الفنون الجميله وما يعرف شنو اللي دي يصير، ما يعرف شنو اللي دي يصير جوا، ودي يعتبرون انه مؤسسه دعاره ومؤسسه انتهاك للحرمات وما اعرف ايش كذا وشرب وخمور يعني هاي التفاصيل. مع العلم انت لما تدخل هناك راح تلقى مثلا تلقى ناس قاعد تتناقش، عندنا درس إسلامية بالمعهد، لا ما حد يعرف نقرأ قرآن احنا بداخل المعهد. نلقى ناس مثلا بالضبط يعني هاي هو من الشغلات اللي موجودة الناس ما يعرفونها. فهاي مشكلة انه قلة الوعي وقلة الثقافة وقلة التواصل ما بين المجتمع والفن. هسبان من رحت هناك يعني شفت الأساتذة والطلاب يعني ناقشت فيها الأساتذة، الأساتذة ما يأخذوا ينطق الكلام، تحسهم متكبرين، أكو عنفية بكلامهم، أكو عصبية صح. بكلامهم، شغلات يعني ما عجبتني أسلوبهم أبد، ما عجبني، ماكو ذاك الوعي مثلا تكون بين الأستاذ والطالب علاقة حب حتى يخلي المادة تدخل بداخلك وتحب المادة وتحب الفن، صح. ما يزيد هذا صح. الوعي يعني للأسف صح. يعني صراحة تفاجأت يعني. سواء كان يتوجه للسؤال الأخير يعني شوية تعبتك وياي وأنا جدا آسف. لا والله هذا بالعكس الشيء بالعكس شرفني والله بالعكس العظيم، وأنا أقسم بالله بالعكس شرفني أنا والله. أتشرف حبيبي عمر. زين السؤال الأخير هو شنو رسالتك لهذا العالم؟ هل تستطيع أن تعالج العنف بالفن؟ هو ممكن بس جيب لي اللي يشتغلها، جيب اللي يستخدمها. يعني عندنا احنا مشكلة هسه انه لما تصير منطقة حرب انه قلة من الناس اللي يقدر مثلا يعني شلون يستثمر هاي اللحظة ويقدر يزرع بيها الحب. احنا لا لما يصير انفجار يجي واحد يرسم لي الانفجار نفس ما هو. انا ما ارد، انا اريد تنطيني مشاعر اجمل انه مثلا اللي على سبيل المثال اللي استشهدوا بالانفجار هم ملائكة صاروا، تمام؟ يعني صار العفو ارواحهم صعدت في يعني الملائكة اخذوا ارواحهم للجنة او صاروا شهداء او راحوا بعالم الخلد، تمام؟ انا هذا اللي احتاج احس بيه وانا هذا اللي احتاج اشوفه. فما نلقى هذا الشيء، ما موجود حتى. يعني يمكن كريم وصفي الموسيقار اعتقد انت عرفه اشتغل على هاي النقطة، عزف بأماكن الانفجار. اي نعم شفته يعني في فيديوهات معينة في اليوتيوب صح. صارت كم نقطة يعني صارت اكو هذا التحول بس للأسف ما استمرت انتقادات وانقطعت وكلام سلبي والآخر ماذا
فالمهم هو الفن ممكن أن توصل تنقل رسالة، يعني تنقل الرسالة من عنف، من حرب، من دمار، من حزن، إلى سعادة وأمل، ويعني هو هذا رسالة شيء الفن اللي حاجة إيجابي. إنه تكون مبدع بالضبط وتنشر هو هذا السعادة. الهدف الأساسي. أيوة لكن قلت واضح. لك أنه للأسف نرجع للنقطة الأساسية، هي للمشكلة الأساسية، أنه أكو قطيعة صارت، قطيعة توصل ما بين المجتمع وما بين الوسط الفني. فلا هذا اللي دي يحترم هذا، ولا هذا اللي دي يقبل ويتنازل. يعني لا، الفنانين ما أعرف هسه بهذا الوقت صار عندهم هاي الأنفة، أنه رافع خشمه وما يقبل يتنازل للمواطن العادي. المواطن العادي ترى يسأل أسئلة عفوية، أسئلة ممكن تكون بالنسبة لنا غير منطقية، يعني تحس شلون، آسف للكلمة، بس سؤال تافه تافه احنا نحسه، بس بوجهة نظر المواطن هو نفسه ترى هو ما يعرف، فلهذا السبب يسأل هاي الأسئلة، لأن هو ما عنده أي معلومة، ما عنده أي تجربة، ما عنده أي خبرة، ما عنده أي نظرة بهذا الخصوص. فعندنا هاي المشكلة لازم تتعالج، حتى نقدر نستثمر الفن بشكل إيجابي بداخل المجتمع، بداخل يعني نرجع للفن القديم اللي هو الثقافة، أو مثلا كانت عندنا حضارتنا واحدة من القديمة وياه. المؤسسات، بالضبط واحدة من المؤسسات نسيت اسمها، يعني بالزمن النظام السابق، المؤسسة هي معرض، يمكن متحف صدام أو هيك شيء. المهم الناس تدخل، المعرض مفتوح وأي شخص يقدر يدخل للمعرض ويشوف يشاهد الأعمال. مسرحية تقدر تدخل المسرحية تشوفها. هسه المسارح يعني حتى متليق، يعني ما أعرف، أنا ما أريد أنتقد جماعة المسرح، أخاف يزعلون من عندي، لكن المسرح هو واجهة، يعني هي الفنون كلها عبارة عن واجهة لثقافة ثقافة البلد البلد. تقريبا صح. زين، أنا هسه لما يجي واحد ضيف من برا يشوف هذول يعني على المسرح، أو صعبة صعبة يشوف حتى طلاب، مشكلة. حتى يشوف طلاب المسرح، طلاب الفنون اللي عفوا الرسم هسه اللي دي يسوونه، أو طلاب الموسيقى. وين طلاب الموسيقى؟ أنا بصراحة يعني، أو جماعة التصميم، هذني الأقسام ثلاثة عندنا، قسم الخط وقسم التصميم وقسم الموسيقى، نادرا ما نشوفهم. يعني أنا طالب 5 سنوات هناك حتى ما أعرف، ما عندي بهم، المعهد كله يعرفني بس أنا ما أعرف أحد من هذين الأقسام الثلاثة. ممكن أعرف كم واحد بس، يعني بسبب أنهم طلبوا من عندي أعمال أرسم لهم واجبات، بس أنه أنا أشوف أعمالهم لا والله ما شايفها. حتى جماعة السينما أكو كم واحد ناجحين، عندهم أفكار، عندهم هاي الطموح، بس لما تجي تحكي يابا تعال اشتغل، والله ها أدوات ماكو، يابا هسه اشتغل، هسه عندك تليفون، أنت كمخرج وعندك نظرة وتقدر تكتب نص أو سيناريو أو سكريبت، تعال اكتب وصور، استخدم هسه كاميرا التليفون، ما بي أشياء والله أنا مش والله يعني بالمستقبل الله يسهلها عليك إن شاء الله، وتفتح لك، تشتري لك استوديو، تفتح لك كاميرا، تجيب لك كاميرا العفو، تفتح صالة تصوير. ما يعني بي هاي أشياء بالمستقبل، ما بي انت أشياء هسه بس ابدي باول خطوه. فتلقاهم دائما هذا العذر مالهم، انه انا ما عندي ادوات. هذا بالنسبه لطلاب السينما. طلاب المسرح هذا اللي يصير يعني احتكار، اللي هم خاصه يعني المقربين من الممثلين القدماء او الكبار، هم نفسهم نعم اللي دي يشتغلون. يعني قله او نادره ما نلقى من الشباب الجدد دي يشتغلون، يعني نادرا، لان انا اعرف هواي من الطلاب للمسرح يعني للأسف مظلومين وضايعة حقوقهم بداخل هذا الوسط. أما بالنسبة للتشكيليين فحدث ولا حرج، المستوى مو المستوى المطلوب. وحتى عندنا احنا مشكلة للأساتذة، يعني بالأساتذة نفسهم. تعرف النقطة وين صايرة بموضوع التشكيلي؟ أنا هسه أحكي لك بالتشكيلي والتجربة أنا مريت فيها، أيها المستمع. انه الاستاذ يقارن نفسه بالطالب. يعني مثلا على سبيل المثال هذا الموقف وهاي الكلمه صارت وياي، وبسببها يعني خسرت هوايه بصراحه. يجي الاستاذ بالتقييم، يعني يقول لك انا ما انطيك 100، حتى اذا كان استحقاقك 100 ما ينطيك اياها. راح تقول له ليش؟ يقول لك اذا انت تاخذ 100 انا ايش قد اخذ؟ زين ابويا، مو أنت انت أستاذ استاذ، وأنا طالب. انت بالضبط انت استاذ، تقارن نفسك بينك وبين الاساتذه. روح هناك بهذه الشيء لإدارة القسم وروح قارن نفسك هناك، لا تجي تقارن نفسك. أنا هنا التنافس بيني وبين الطلاب، فالمية اللي أنا أخذها أنا أخذها على أساس الشعبة أو على أساس المجموعة اللي أنا بيها. أنا ما دا أتنافس وياك، أنت أستاذ، أنت اللي قاعد تنطيني المادة. لما تجي تقعد بصف وتمتحن وياي بهذه الساعة، عود أنت فكر وياي، فكر بهاي النقطة، إنه إذا أنت تاخذ 100 أنا قد آخذ. مشكلة وهاي النقطة اللي حطمت هواية من الطلاب، وأنا واحد من الناس
تحطمت بيها بهذه الفترة يعني، لولا أنه إصراري على الفن هو نفسه كان أنا من زمان انهرت وعفت المؤسسة كلية، ومع العلم أنا على آخر سنة يعني. وهذا المعدل اللي أنا كنت محتاجة أنه أطلع الأول على المعهد، مو بس أطلع الأول على القسم. ويعني هو هذا صار الظلم. الملاحظة أنه هذا الدرجات أو التقييم أنه مو هم متفضلين علي، وإنما هذا استحقاقي. إحنا يعني نخليها بالعامية نحكي فيها، أنه مثلا أنا اليوميات مالتي أنه حضوري ومشاركتي بالدرس هذا إلى تقييم، وأنا أساسا ما أخذ 96 بالامتحان، فيعني تنضاف لأربع درجات تصير 100، لا شلون تأخذ 100؟ فقعد تفهم. فهاي المؤسسة محاربة بالضبط، الشيء غلط، هذا غلط. مؤسسة الثقافة للأسف خالية من الثقافة يعني. هذا مشكلة، ما أقدر أني أحشي صديقي، ما أقدر إذا أهجم مشكلة، إذا أهجم احنا مشكلة. احنا نحاول انه يعني هو مو قصة هجوم، وانا احنا نحاول انتقاد، انتقد نصحح. اذا انتقد مشكلة يعني، هو أنا أنتقد. بالضبط هو الانتقاد، احنا هذا من حق اي واحد، انا كفنان او انا جزء من هذا الوسط الفني، انا من حقي انتقد او انطي وجهة نظري. لكن حتى نكون احنا واقعيين انه احنا نهدف انه نصحح هذا المسار. الاستاذ كان يعني مثلا الاساتذة هم قمة الاساتذة، وصلوا هاي المرحلة وتوقفوا بعد، خلص ما عندهم فشي يقدمونه، غلط، ما عنده فشي يقدمه بعد. فاوكي اذا انت ما تقدر تقدم، بالضبط اذا انت ما تقدر تقدم وتطور نفسك، فترك لي هاي الساحة الي، لان انا هسه حاليا انا ابن جيلي، انا اعرف جيلي ايش محتاج، وانا اعرف شنو المجتمع اللي محتاجه. وهسه احنا عندنا تواصل بالمجتمع كلش قوي اللي هو عن طريق السوشيال ميديا. فاني اقدر حاليا اتواصل ويا المجتمع واعرف شنو احتياجاته، واني اقدر هسه امشي طريق يعني امشي الفن بهذا الطريق كلش صحيح، حسب نظريتك. ارجع المسار الاولي حسب النظريه، مو انا غلطه، في نظريتك الخاصه وتشوف الصح تسوي بالضبط حسب ما احنا دنعيشه حاليا. اما الاساتذه فما يقدرون، لا هم اللي يقدرون يطورون، ولا هم اللي يقدرون يؤسسون هاي يعني شيء جديد. مشكلة. فانتهت هاي للاسف كل مجال الفن والثقافه. الملاحظة هاي طبعا مو بس هناك، حتى هنا أنا قلت لك أنا بروسيا يعني هسه إذا تريد تصير فنان أو موسيقار أو ممثل أو مخرج رأسا يقول لك موسكو، روح الموسكو هناك بالعاصمة. زين ليش مو احنا هنا يعني هسه تجي هنا مدينتنا، المسارح والمتاحف والمعارض فالشي كلش خرافي، عندهم مؤسسات كلش قوية، لكن للأسف خالية من يعني مو نشيطة. يعني المعرض هو مقتصر بس على طلاب المعرض، يعني طلاب الفنون التشكيلية محتكرين بالضبط. يعني هو صار احتكار يعني، ما حد يدخل يعني، ما الضيوف ما عندنا الضيوف، هو من الضيوف، وغير المفروض المجتمع يصير الجمهور مالتنا، الجمهور ما موجود. زين انت لمن تقدم؟ فعلى هذا السبب الثقافة، مؤسسات الثقافية ميتة، ماكو اي ثقافة. للملاحظة هي يعني هو مو بس يعني مجرد التقديم وعدم التقديم، وانما هي نقطة انه شلون دي يستخدمونها. يعني الثقافة للاسف يعني خلي اريد انطي نقطة يعني، بس ممكن انه تنحسب عليها بعد يعني. تقدر تحضر يعني الكلمة هي ممكن شوية تكون بذيئة، بس كل الثقافة صارت عبارة عن دعارة في الان وليس سابقا، الان بالوقت الحالي اخر 5 سنوات 6 سنوات الفن بهاي الطريقه بدات يعني تظهر مواقع تواصل وفكر خاطئ يعني تتجه الناس للموديا. انا دا احكي لك بصفتي فنان، انا ما اعرف باقي يعني باقي الكليات او المجالات كتشكيلي كرسم. للاسف عندنا هاي النقطه صارت يعني مخجزه بصراحه، يعني هاي وصمه عار بجيلنا هذا اللي هو الجيل ما بين الأساتذة والطلاب. يعني هاي النقطة، لأن المشكلة هو مو بس بالطلاب إحنا بينا، وإنما بالأساتذة نفسها. ف اندمرت يعني. هسه إحنا محتاجين، إحنا محتاجين جيل جديد يحذف كل اللي موجود السابق ويرجع يبني من جديد. يعني ما أعرف هاي النقطة منين، بس منين تجيبهم يعني، وشنو اللي يعني شنو اللي منين لازم تبدي أساسا؟ مشكلة بناء الفن كله صعب، والمشكلة انه حتى اذا اكو مثلا توافقات بالفكرة فراح تلقى اختلاف بالتنفيذ. وهذا هو هي طبعا هذا الشيء مو غلط، بالعكس صحيح انه كل واحد عنده وجهة نظر او يطرح فكرته، بس ما قاعد تصير توافقات على التغيير. يعني لما هسه انا وصديقي فنان تشكيل نقول له تعال نسوي لنا فد هسه نسوي لنا ثورة جديدة بالفن،
تعال نقدم كذا، هو يوافقني على الثورة إنه لازم نقدم في شيء جديد ولازم نقدم أساليب جديدة ويعني تفاصيل هواية. لكن لما نجي نريد ننفذ يعني واحدة من الاثنين، يا ما هو ما ملتزم وياي، مثلا انت تعرفني كمروان انه انا ايش قد شلت ملتزم يعني حاولت بقدر الم... يعني ايش قد ما عندي طاقه حاولت اقدمها، لكن انتهت طاقتي بعد ما عندي هاي القدره يعني انتهت خلاص كلها وحدك ماكو دعين ما وكل الوياي يعني من مرحله الثالثه بداخل معهد فنون الجميله ولحد الان حاولت اكثر من مره اسوي انظم مجموعه وادخل بمجاله ونبدا باول خطوه. اول خطوه انه احنا نتفق انه احنا محتاجين نسوي هذا الشيء، لكن لما نجي نريد ننفذ بالاساليب هنا كل واحد راح بصفحه وتفش يعني تفلشت الفكره وصارت بها مماطله والاسباب يعني هوايه عديده، يعني ما نقدر نحدد هاي الاسباب اكثر ما نقدر نتكلم يعني، فما نقدر نقدم شيء يعني لحد الان. واللي قلت لك الموجودين انت اني وجوزك هوايه ناس بعد يعني موجودين ويانا يريدون يقدمون فد شيء جديد ويريدون يقدمون فد يعني نهضة جديدة للفن، لكن أكو عوائق لهم أو أنهم ضعفاء ما يقدرون يقدمون هذا الشيء لوحدهم. أنا عن نفسي انسحبت، قررت خلاص انسحب، لأن يعني أحس أنه دا يعني أفرغ طاقتي بمكان ما يستحق، يعني أنه الفن هسه ما يستحق أن أفرغ طاقتي به، أروح أسوي يعني أفكر للفكرة الثانية أفضل من ما أنه أنا دا ضيع جهدي وأضيع مثل ما نقول شبابي بمكان ما يستحق هذا الشيء. يعني للأسف يعني الفن كل شيء انتهى يعني انهار. نحتاج هاي الثورة اللي كان يسوونها العظماء قبل، يعني هو ما نقدر نحكي، احنا ما نقدر نحدد هذا الشيء. صديق مروان، شو رأي الشعب الروسي لما عرفوا بالحادثة مالتك ولما دروا انه انت تعرضت لهاي الحادثة يعني المؤلمة، شو ردت فعلهم؟ يعني هل انتهضوا وياك؟ لحد هاي اللحظة اكو ناس قاعد تدعمني ماديا، يعني ابسط شيء بين فترة وفترة تجين فد مبالغ صغير، وانا مثلا ما يدرون بانه انا ما اقدر اشتغل ووضع الصحي وتكلفة العلاجات وكذا، فتجين مبالغ مثلا يقول احنا نعرف بيك انه انت ما عندك او ما تقدر تشتغل او كذا، او حتى اذا عندك يعني احنا هاي نفس الحالة، شلون احنا عندنا صدقة او زكاة او كذا، نفس الحالة موجودة هنا، تجيني مبالغ من عندهم بين فترة وفترة، يعني مثلا مال شريط دواء، مثلا مال وجبة اكل، مثلا مال سيارة تاكسي، متعاطفين ويا الحالة جدا. وتقريبا كل الناس يمكن حد الآن يمكن فقط اثنين شخصين من آلاف الناس اللي تعاطفوا ويا الحالة، فقط اثنين أو ثلاثة اللي قالوا لي أرجع دولتك شندك باقي هنا، أما البقية فكلهم متمسكين. وبالعكس يعني للملاحظة سبب بقائي لحد الآن هم الروس نفسهم اللي تمسكوا بي، اللي ما قبلوا أرجع، قالوا مروان إذا تريد تبقى بروسيا فإحنا موجودين وياك وإحنا راح نتمسك بك، أما إذا تريد ترجع فإحنا راح نسوي كل شيء يساعدك على الرجوع. يعني تشوف إنه هم بالحالتين ما راح يتخلون عني سواء بالعراق أو بروسيا، راح يتمسكون بي. فهنا أنا يعني يعني هو متعاطف، صح هو متعاطف وإنما دعم، يعني الروس هنا ندعموني كل شوية سبورت يفهمك ماديا ومعنويا. وبأيام اللي كنت بالمستشفى أصدقائي العراقيين كانوا يجوني من فترة إلى فترة، لكن يعني تجيني فترات متقطعة يعني مو دائما يجون يعني مو زيارة مستمرة. أما الروس فتقريبا بين يوم ويوم كل شخص، الشخص الواحد من عندهم بين يوم ويوم أو كل يوم من والثالث دي يجيني للمستشفى، هذا اللي يجيب لي أكل، هذا اللي يجيب لي فد أدوية، هذا اللي مثلا يخابرني إيش محتاج، أقول إنه مثلا محتاج فلان دهن أو يعني مثلا كريم أو كذا، فلأن أكو بعض الأدوية إنه لازم أنا أشتريها شخصيا، فالأدوية قاعد تجيني وتفاصيل هواية، فهذا كله من الروس. يعني تقريبا 70% من تفاصيل العلاج اللي صارت لحد هاي اللحظة هو من الروس. للملاحظة مو بس الروس، من أوكرانيا ومن إنجلترا، أشخاص من أمريكا، أشخاص من طاجكستان، كازاخستان، هذين الدول الشرقية بالاتحاد السوفيتي السابق، يعني أكو أشخاص عرب للملاحظة ما ذكر دولهم بالتحديد، لكن عموما أكو هواي ناس دعموني يعني مناسيهم.
يعني حياك الله. اصحاب فضل علي يعني، وربي يعني يقويني ان شاء الله ورد لهم هذا المعروف. كل التوفيق والتحية لهم. لكن الروس 70% دعموني، 70% من الروس يعني من الدعم اللي كان يجيني من الروس. زين، كشعب يعني عراقي، كشعب عراقي همنا دعموك، ساعدوك، شو ردة فعلهم يعني؟ والله كلامي وجه الشعب العراقي، كلام وجه القلب. أعرف 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 كل المؤسسات اللي قاعد تتبنى جماعة الإنسانية، منظمات الإنسانية، كلهم حرامية يعني، عذرا مو كلهم، مو قلت لك خلينا هذه ما نقول اقدر احكي، مو قلت لك هذه ما اقدر احكي، 99 نقطة في 99% كلهم هم اتضاربوا مثل حرامية الحرامي. اي نعم، هاي المشكلة، هاي يعني، مشكلتهم. ويبتزون. مثلا راح احكي لك واحدة من الفقرات اللي صارت وياي، راح احكيها هاي علني يمكن، وراح يمكن احكي، الناس ما راح ابي شيء. اوكي، تنتقدون عنها. ما ابي شيء، من حقك تعبر عن رايك. اوكي، ما مشكلة، ما المستمع. المفروض انه يجيني مبلغ، جمعوا لي المفروض يجيني مبلغ، فلما صار التحويل انه المبلغ انا ما استلمته، تمام؟ يعني ما استلمت المبلغ، فرحنا تاكدنا، حاولنا، عالجنا بالموضوع، البنك ما اعرف ايش، فمن هناك يقولون لا انه انتم استلمتوا المبلغ وانتم بكتوا المبلغ. يابا شلون احنا بايقينه؟ ده اقول كان احنا ما مستلمينه. فبنفس هاي التوقيت يعني، هو يمكن ثاني يوم او ثالث يوم من التحويل، اجتني رساله على اساس انه محادثه واتساب، يفوق حاطين صورتي ورقم تليفوني بالمحادثه مال الواتساب، ماخذين سكرين شوت على اساس انه انا دا افشر على بنيه، وانه انا شوف هاي النقطه، شوف بس ركز لي على هاي النقطه، انا فاقد مستمع الجهاز لك، مستمع لك، التناسلي، تعال تسمعني مو؟ انا اسمعك، انا فاقد الجهاز التناسلي، حلو. اطلب فلوس من بنيه، اقول لها انطيني فلوس، صديقتي البنيه منطيت دازت لي 10,000 دولار، أني اخذ هاي الفلوس واروح بالملاهي الليليه اطشر فلوس على النسوان، زين انا ما عندي جهاز تناسلي، شلون ايش دا اسوي من النسوان؟ مشكلة. يعني ليش دا اطشر فلوس على النسوان؟ اخو بروح اعالج بيها نفسي وكذا. المهم، كلهم فهاي دخلت وحده يا من عم، كلهم دخلت. الغلطات، على اساس انه انا عندي السياره سعرها 35,000 دولار ببغداد، مخليها يم صديقتي، مين هاي زين انا شلون، الإشاعات؟ زين شلون انا مخلي السياره يم صديقتي واني متزوج هنا، واني معلن يعني اعلنت مسبقا انه انا تزوجت من روسيا اللي هي الممرضه مالتي علما، تحياتي، تحياتي. والله يسلمك. زين ها يعني شلون انا ما اخاف على سيارتي مثلا؟ زين اهلي ما يدرون، زين اهلي ليش قاعدين بخرابه وابنهم عنده هيك مثلا مبالغ او عنده هيك سيارات؟ بعدين اكو تسجيل لحد الان موجود، اقدر هم ادزلك اياه. لما باللايف قامت تحكي علي تقول لي انه ها اللايف هذا، هي مسحته للملاحظه بالبث مباشر على انستغرام، قالوا انه اني مو رجال، واني الله مشوهني، والله شو مسوي بيا، واني ابوق فلوس من الناس. بعدين قالوا انه على اساس انه اني نفس الحاله اللي سويتها وياهم، انه هم يدزوا لي الفلوس، اقول لهم اني ما استلمت المبلغ، فش يسوون الناس يدزوا لي المبلغ مره ثانيه، وبهاي الحاله انا بايكم مرتين، شنو هالغباء هذا؟ يعني مثلا هسه انا واحد يقول لي مروان انا ما استلمت المبلغ، انا ليش ادس له مبلغ ثاني غير اروح اتاكد من المبلغ الاول وين راح؟ يجوز اكو خطا، يجوز المبلغ ما واصل له فعلا، غير استرجع المبلغ واحوله مره ثانيه، فاقول لا مروان كان يسوي هاي الطريقه حتى يبقى فلوس من الناس وبايق الاف الدولارات وما اعرف ايش. فكلام صار علي، وهذا السبب اللي خلاني بصراحه يعني دمرني بصراحه من شهر 12 لحد الان. المهم، فهاي تقول لي يعني يقولون انه احنا عين ببغداد، احنا عين شمس بالعراق، ما حد يقدر يعني ما حد يصدق بيك ويكذبنا. ليش انتوا انبياء حتى ما حد يكذبكم؟ هو النبي كذبوا بقت عليكم يعني هيك لا بالعام تقول كي. لي إذا أحكي مروان، أنا أقسم لك بالله، وهو هذا لايف مسجل، إذا أهجم وأنتقد يمكن يقتلوني. أقول لك بالضبط، وانت أقول لك بالعراق يعني، مشكلة، فخليك فما بعيد أقدر كلش يعني. على هذا لا لا، الموضوع، بعيد بعيد، أعرف الموضوع بعيد. لان بصراحه صارت تهديد هيك بالنص، انه جيب عمامك وجيب خوالك وما ادري شو، احنا ببيتنا بفلان منطقه وتعال نسوي هي قاعده. على شنو نسوي قاعده؟ هو ترى موضوع ما يحتاج تروح القاضي، تروح للبنك تجيب لي ورقه تقول لي مروان هاي الورقه مال البنك انه انت مستلم، لان انا رحت هنا الحواله ما موجوده، المبلغ اكو رقم سري مال التحويل المفروض يكون موجود، انا رحت هذا الرقم ما موجود، عندي رقم من بغداد، اجي هنا بروسيا يقول ماكو هيك تحويل. المهم، بعدين بالاخير
وصارت يعني لما صار نشر وصارت فضيحة وما أعرف إيش، وقاموا يحجون عليه بحيث، وتهدد والدي يعني بهذا النص. صديقي تكفل بهذا الموضوع، قالها أنا أعرف مروان وكذا، فخلي نروح للبنك يعني، ما عندنا مشكلة، نروح للبنك ونتأكد يعني، حتى إذا يطلع مروان بايك حتى نعرف شلون نتصرف فيها. فأول يوم اللي هو المفروض الموعد، لغى الموعد، لغى من طرفهم هم. ثاني يوم خبره صديقي، قالوا له يعني هو المفروض على الموعد يعني، خلينا نقول على سبيل المثال ساعة بثلاثة الموعد مالتهم. صديقي يعني جاء تليفون قال له ها وين انت؟ قال له يعني بعد شوي اجي، لان احنا بعد ما صار بثلاثة موعدنا. قال له ها واني هنا انا اساسا قاعد يعني قريب من المصرف ده انتظرك. يعني هو جاي قبل صديقي للبنك، ليش جاي يعني؟ فمرتب الموضوع على ما يبدو، موضوع الاوراق والكذا. فطلعت بكل بساطه، بس شوف البساطه، انه ها اكو حظر على اسمهم اللي احنا حو يعني على اسمنا، فلهذا السبب المبلغ ما وصل. زين بالبدايه مو انتم قلتوا لي على اساس انا مستلم المبلغ، مو اتهمتوني انه انا بايق المبلغ ودا اكذب وخفيت الحقيقه، مو انتم؟ فالاتهامات كلها بس قالوا انه مجرد انه لان هو صار تحويل على اسم زوجتي، فقالوا انه زوجتك باقت يعني روسيه، وهم احنا الروس هم شلون هم ما اعرف ايش. قاموا يحجون بالعروض سلمتهم بيد الله. بس انه المبلغ هيك بكل بساطه، بس طلع المبلغ موجود بالبنك. كم بدي اقول لكم المبلغ، بس روح اتاكدوا. فهو شو يقول؟ يقول انا صرت مضحكه كل يوميه رايح للبنك وارجع يقولوا لي المبلغ مستلمينه. زين ليش لما صديقي اجى وياكم طلع المبلغ موجود ببغداد؟ وهذا الحكي بعد اسبوع. تقصد انه سرقوا يعني المبلغ او سرقوا الفلوس ما اعطوك اياها وهي كل اللعبه عليها. هو 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 كل هاي اللعبه. وقلت لك مو هي ليش، وحتى هاي موضوع الرسائل اللي طلعت انه على اساس اني اكو هاي المحادثات مال الواتساب اللي حاولوا يبتزوني بيها. قالوا يا اما تحكي وتقول انا مستلم المبلغ، يا اما ننزل هاي ونفضحك، ننزل هذه المحادثات. للملاحظه التسجيلات مال الواتساب كلها موجوده عندي، يعني انت ما محادثات استلمت طويله. المبلغ وهم طلعوا هاي الحجه حتى ياخذوا المبلغ ويجيبوا لك واتساب انه بالضبط انت حتى استلمت او هيك شيء. بالضبط بالضبط. بس بعدها ورا ما طلع هذا الكلام، حتى جابوا لي الرساله من ويستر يونيون، يعني المفروض انا اقدر اقاضيهم على هاي الرساله اللي دزوا لي اياها. بس المشكله انه ابوي يعني دي يحاول يتكف يعني شلون يتعوض الشيطان، فقال هم بس يعتبروا مروان مستلم الفلوس. فهم بعدين قالوا ابوه اعترف قال انه هو مستلم الفلوس وخلص سد الموضوع. يعني هي فهنا صارت عملية سرقة صارت بالضبط. فاللي صار شنو وراها يعني، ورا ما طلعت هاي الرسائل، احنا متفقين على شقد المفروض 11000 دولار المفروض هم يدزوا لي اياهن. يعني يجمع الملاحظة، الفلوس مو من عندهم، الفلوس دي يجمعونها باسمي من الناس بما انهم هناك وعندهم معارف هواية، فهم دي يجمعون فلوس. من ال 11000 صار 10000، بعدين صار 8000، بعدين دزوا لي فقط 7400 دولار، وانطوهم حتى بوقتها قالوا ها انطينا اسم ثاني ندز لك عليه الفلوس. قلت لهم لا، انطوهم لابوي ايدي بيت، وابوي استلمها من عندهم يعني. بس المستلم المبلغ بعد معاناة وبعد تهديد وبعد فضايح صارت. بس هم لان ما عندهم خيار اخر يعني، هم ما عندهم خيار اخر يعني قدامهم، هم حسبالهم انه راح يهددوني بهذني الرسائل، وانه انا خلاص راح اسكت واقول ايه انا استلمت المبلغ. تروح 11000 دولار. اي اكو واحد من التسجيلات اللي موجود، شو تقول لي؟ تقول لي انت مستلم. قالت لي شوف هاي الرسائل، شوف هاي المره، هاي البنيه شو تقول عليك، فانت مستلم الفلوس وتعال دز لي اياهن. انا دزيت لك 7400 دولار ودز لي اياهن. قلت منين تدز لي اياهن؟ قلت غير انا استلم بالبدايه حتى دز لي اياهن. فهي شلون صار موضوع ابتزاز وتهديد، انه تريدني انا ادز لها 7400 دولار بصفه انه انا مستلم من المبلغ ودا ارجع لها. فيعني شلون تضرب العصفورين بحجر واحد؟ بس شافتني انه انا لسان يعني ما سكت لها، وبس كنت بادب يعني حكيت وياها، كلش كنت مؤدب وياها. المهم بس بنهايه المطاف استلمنا المبلغ ناقص، مو حسب ما اتفقنا بالمحادثات والدردشات. وحتى المنشور مالتي مسحت المنشور مال الاستلام، عدلت على المنشور، لغت المبالغ والكذا. يعني المهم صارت هواي شغلات بحيث ما خلت الدليل موجود، ما خلت اكو فد مثل ما نقول لازمه عليها. فمؤسسات المجتمع المدني لو فعلا يشتغلون ما كان اكو فقير حاليا ببغداد او بالعراق بشكل عام. هي مفهومه يعني بالامر كل انه انا ما اقدر احكي يعني بالضبط، عراق. لان المبالغ اللي قاعد يتبرعون بها كل المساجد والمؤسسات الدينيه والمؤسسات
الإنسانية، التبرعات اللي قاعد توصل يعني أرقام خيالية، يعني أرقام فعلا خيالية. وأني أنصح نصيحة يعني من هذا الفيديو من المنصة الخاصة بيك، وجهي نصيحة أقدم نصيحة إنه من فضلك إذا تريد تتبرع بمبلغ أبد لا تدز، يعني مثلا هسه أنت شفت حالة إنسانية، لا تنطي المبلغ للشخص اللي نشر الحالة الإنسانية، اتصل بالشخص اللي محتاج نفسه، اطلب رقم تليفونه، انت روح بيديك وانطي، يعني هذا هاي فلوسك، انت روح تأكد بنفسك انه هاي الفلوس وصلت لهذا الشخص، لان هاي امانة، امانة عليك وامانة تكسر الظهر. يعني انت لما تقدم هذا الشيء انحسبت عليك، بس فلوسك وين دا تروح؟ دا تروح الناس ما تستحقها، الناس قاعدة تبوق باسم الفقير هذا. يعني احنا ما دا نحتب على الدولة، هسه احنا دا نحتب على المؤسسات اللي هي منا وبينا، اللي هي الإنسانية. فرجاء انه اذا احد يريد يتبرع فالافضل انه يتبرع للاشخاص المحتاجين مباشره، بدون وساطه، بدون ما يكون اكو وسيط اللي هو صاحب المؤسسه او ما اعرف ايش. يعني ده تصير سرقات وانتهاك لحقوق الانسان، وده تصير يعني ابتزاز، حتى الناس تقول ايه انا استلمت الفلوس، بس هو كذب ما مستلم وما يقدر يحكي، لان الناس تخاف، الناس فقره، الناس يعني تنطيه 5000 يفرح بيها، فتخيل هنا يجي واحد يبتز. ف حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم هو التفاصيل، احنا يعني الفيديوهات هاي ما تكفينا، يعني اذا نحكي عمر بعدنا يراد انه 10 ساعات مروان، يعني هاي السالفه يعني يراد انها قاعده يعني هسه حاولت كلش دا حاولت انه اختصر، لان تفاصيل كلش هواية. اعرف زين. يعني هذا الموضوع، هاي الحالة اللي صارت وياي، هاي الحالة امتدت من شهر من شهر سبتمبر، شهر التاسع لحد شهر ال 12 نهايته. يعني تخيل هاي 3 اشهر انا عايش بكابوس بهذا الموضوع، وشبعت هاين ورزايل وغلط وكذا، حتى بس اغلس واقول يا انا استلمت المبلغ، بالاخير الله كشفهم، الحمد وانا لله احاول والشكر. قدر المستطاع ان انشر هذا الفيديو في كل مواقع السوشيال ميديا، وشيل يصير خير ما يهمني، يعني اوريدي اكون سبورتر للارتست صراحه، ويعني يشرفني هذا الشيء. زين، شنو نقول الحمد لله نصيحتك؟ والشكر. الحمد لله والشكر. شنو نصيحتك لكل شاب يحاول يدخل هذا المجال الفني، او عنده رساله ويريد يبدع، او عنده طموح؟ شنو رسالتك له؟ والله ابدي بيها اليوم قبل الباتشر، لان شبابك اليوم موجود، باتشر مو موجود، اليوم عندك حل باتشر ما عندك حل، فابدي من هسه. بس نصيحة، اتعلم من اخطاء اللي قبلك، تعلم من عندهم، تعلم يعني لا تفوت بتجربة انت ما فاهم شنو، يعني لازم تفهم كل دربونة بيها، كل تفصيلة اي بيها لازم فاهم تفهمها. ضروري، هذا الشيء ضروري. يعني ضروري انه حاول لا تسمع نصيحة الأساتذة، أي أستاذ يعطيك نصيحة لا تسمع نصيحته، تعرف ليش؟ لأن الأستاذ إذا فعلا هو صاحب هاي النصيحة، أو يعني مطبق هاي النصيحة بحياته، ما كان حاليا هو أستاذ وقاعد ببغداد ومعتمد على الراتب فقط، كان على الأقل مغير له في شيء يعني ببغداد. ما اعتقد ممكن لأن يقدر يغيرهم صراحة، لان انا شفتهم صراحة ما عندهم ذاك الاهتمام، هم الاساتذة نفسهم يعني تحسهم متحكمين، يعني عندهم كل عزلة الأساتذة اللي وطاقة يجون سلبية. ينطون نصائح، كل الأساتذة يجون ينطون نصائح ويبيعون مثاليات، وهم أكبر فشلة، يعني آسف بس هم أكبر فشلة، اجت في قلبي، والله اجت أكبر في قلبي. فشلة، لأن يعني للأسف انتهازيين، وحتى يعني عندهم هذا الحقد، عندهم هاي يعني يجيني أستاذ فترة من الفترات، أستاذ يقول لي إذا تروح ترسم أستاذ ثاني، أو أشوفك ترسم بغير مجال، يعني خارج القاعة، مالك تحفر جواك بالأبرة لحد ما توقع. أنت فنان، شنو قاعد تحكي بهذا النص؟ عيب عيب، ما عندهم لغة وأستاذ فنية، لغة ثاني، فنية ما عندهم. جاني مرة من مرات القاعة يقول أنت شلون تطلع هاي الألوان؟ شلون قاعد تمزج هاي الألوان؟ زين أقول له مو أستاذ أنت شرط، اللي علمتني، يعني أنت غير أنا تلميذك، أنت اللي علمتني. مع العلم انا ما متعلم من عندنا، 1000000% ما متعلم من عندنا، الرجال يحط سيجارته بحلقه ويروح يفتر بين القاعات واحنا عايفنا الطلاب. المهم ف شوفتك على في الموقف، لا شوفتك على الموضوع اللي احنا عندنا نتكلم. رحت طبيت لقاعة الرسم، كان صديقي أين جالس، فالأستاذ اي بنفسه ما أريد أقول هاي الكلمة، صار قال لي التمنين مين جيت، مين سمح لك تدخل، من قاعد مثلا، والله شنو من قاعد كلام، يعني قال في كلمة معينة اي واستأذنت منه، بس هو خلاني أدخل يعني قعدت.
فقاعدين انا يعني قاعد اسولف، اكو شخص عنده اختبار يجمع امتحان رسم، فانا قاعد اطاقم على الغرفه وبدي احلل نفسيه الاستاذ والطلاب، فاكو هدوء مو طبيعي كان. فدخل واحد من الاساتذه ما اعرفه، فقال لي هي هي انت تمين، يجبر عليه قال لي هي انت تمين. فاجئت قلت يعني هذا فنان، شلون هيك عنده هي وهاي؟ فقال لي وين قاعد شو بدها تسولف انت، شنو مين انت مين هاي؟ وين قاعد قهوة؟ وتعال روح انزل جوا اقعد اقعد بالكافتيريا. تفاجأت وانصدمت هواي من ردة فعلي، انا سكتت يعني. بغض النظر عن كل شيء يعني، إذا كنت تسولف وما تسولف، ما يعني ك ما يحق لأي شخص يتكلم ويا شخص ثاني بهذا يعني بهاي المؤسسة، لأن هاي قلة احترام للمكان اللي هو واقف بيه، وقلة احترام للمكان ته هو كأستاذ أو فنان. المهم، ف قلت لك إنه أغلب الأساتذة ما راح ينطونك خبرة، دائما راح يقولوا لك بالمؤسسة الفنية إنه إحنا نعطيك 20% من الخبرة من التجربة، وال80% عليك عزيزي. حتى 1% ما ينطونك من المؤسسة. ممكن أنت تلزم رأس الخيط من هناك، بس لازم تروح لوحدك تبحث. أنا فاهم كل الأمور اللي سويتها وحدي. بديت كإلكترونيك ميوزك 2019، أنا من 2014 و2010 أنا أهتم بالآرت وبالفنون، أسمع وأشاهد وأتابع وأدعم، يعني وقت كلش طويل كله وحدي يعني، ما حد علم. تمام. فصراحة يعني تنصحني إني أدخل مجال السينما؟ أنا عندي خبرة في هذا المجال، أنا إذا أدخل هذا المجال وأطور نفسي السينما، قاعد أنا حذر. السينما بصراحة ممتعة، بس يحتاج لك شوية الصرف. يعني واحدة من الاثنين، يا أما تكون عندك هاي الإمكانية متوفرة، أو يعني عندك مثلا أحد يدعمك بهذا الشيء، مثلا صديقك، أو تدخل أنت وصديقك كشركاء تشترون أدوات وتشتغلون بها سوا. هسه اكو صوت، هسه رجع الصوت. زين، سؤال قبل شوية انقطع الصوت، اي ما انقطع صوت الصوت. مروحة، اي صوت صوت مروحة مروحة، صوت مروحة كلش عالي عالي، عالي كلش اي وانقطع. بسبب حاسبتي يعني، شوي حاسبتي ضعيفة وانا اسف، شوي حاسبتي يعني عادي، مينيمم ريكويرمنت. لا لا كلش عادي، كلش انا طبيعي. قلت فقط بس اريد ادرس هذا المجال يعني، من ناحية انه بس اخذ اساسه وانا اطور نفسي يعني، ما لي علاقة اذا بالعراق تاخذ او مجال. اذا تريد تاخذ فقط اساس وانت تطور، فعادي ادخل. اول شيء تحصل الشهاده، مثل ما نقول شلون تلزم راس الخياط من عندهم. أنا ما بس عندي إشكال، أنا أوريدي فاهم الأمر، لأن أنا أساتذتي يعني كلهم أونلاين وأساتذة من برا، فأنا ما لي علاقة بفنهم، هم أعرف أن فنهم بالعراق هابط، أحكي لك الصراحة، بس أنا بس صح، أريد آخذ الأساس، ما لي علاقة بهم وبأعمالهم ادخل بالعراق. بيه، ادخل جرب بيها، وما راح تضيع شيء. يعني شوف، انا ضيعت هناك ببغداد 5 سنوات، وحاليا ضيعت بروسيا 3 سنوات، وبالاخير شفني انا تخليت عن المجال نفسه. يعني ما عندي مشكله، شفني بعدني عايش يعني، وعندي الخبره وخلاص. فانت تقدر تدخل سنه سنتين ثلاثه، واذا شفت ان المجال ما خدمك تقدر تطلع من عنده. يعني لا تخاف، لا تقول ها انا صرت كبير بالعمر او كذا، او لا لا ضيعت ما عندي شيء اسمه عمري. خبران، انا بس اريد اخذ اي، اساس كسينماتيك فادخل، وككتابه والى ادخل اخره. شوفها، انا ما عندي ادخل اشكال، انا شوفها. اوريدي بصراحه مطور حالي، مو انا كل مطور شيء حالي يعني، احبهم، انا صح؟ اوريدي انا مو كل مطور شيء نفسي احبه. هاي، بس انا ما لي علاقه بالاساتذه وبتعاملهم، انا فقط اريد ادرس اخذ ادرس البيسكس. ادرس ادرس يعني ادخل لها، واذا كدراسه راح تستمتع بيها، انا عندي تستمتع يعني بيها. خبره بهذا المجال سابقا يعني، شاهد واكتب وهاي يعني، فاهم الامور يعني، بس يحتاج لتطور. أنا صح، فادخل بها، نصيحة يعني انصحك بها، ليش لا؟ مجال كلش ممتع. أعرف الجانب السينمائي، يرد لك عدد وغراض وأمور وأدوات، بس أنا مو يعني، أنا حتى لو بالعراق ما راح أقدر إنه يعني أطلع طاقتي كلها، لأنه ما راح أقدر أسوي مثل ما تقول فيلم أو أكون ممثلين يفهمون هذا المجال. فإحنا صارنا صح، تقريباً فوق ال 3000 سنة ممثلين وفنانين ما قدروا يخرجون فيلم مثل باقي الدول يعني، حتى لو فيلم 10 دقائق 15 دقيقة كل المواضيع حابطة، ماكو فيه ثقافة، ماكو فيه هو وعي. عندنا بس نرجع، راح نرجع لنقطة الدعم. قلت لك إنه ما عندهم الإمكانيات، فما يقدرون يطلعون. يعني لو الأدوات موجودة، لا أنا يعني ها، وموضوع حتى موضوع الموافقات وكذا، وموضوع مثلا واحد من الشغلات اللي صارت عندنا، كان عندنا عمل مسرحي، من ضمن الديكور محتاجين سيارة محترقة،
سيارة موجودة أوراقها، يعني أوراق ومشترينها إحنا بفلوس كطلاب مسرح، ردنا ننقل هاي السيارة من مكانها نجيبها للمسرح ندخلها. لا المسرح انطان يعني لا المعهد انطانا أوراق حتى ندخل السيارة هاي جوه، ولا عندنا إمكانية أوراق مثلا تسمح لنا إنه نعبر السيارة من قبل السيطرات، لأن صح السيارة مالتنا بس لازم تجيب لازم أوراق إنه شلون تنقل السيارة بالشارع. فتخيل يعني هاي أبسط شيء كموافقات، موضوع الأوراق والموافقات فهاي مشكلة. فموضوع انه الادوات والتصوير قلت لك هاي من الاشياء اللي عندنا يعني تضايق الطلاب السينما، انه موضوع الموافقات يعني ما يقدرون يسوي ما يقدر يصور باي مكان، أنا ما يهمني وما إذا عنده ما ما يهمني إذا هم يصورون فيلم أو لا، أنا فقط أخذ الأساس وأنا أعرف شلون أطور نفسي لا بيه. لا صح انا افهمك، بس هو انا هسه اللي دا اقصده انه ليش اللي عندنا اللي يطلعون هاي النتائج. قلت لك من ضمن المعوقات هي الادوات مو شغله هي العامل المادي، الاماكن العامل المادي ضروري. هذا كان اي، جانب فني يحتاج وبنفس مسؤول. الوقت دعم المؤسسة نفسها يعني، او دعم المؤسسة يعني ننتهي. كب دعم اي المجتمع ننتهي. وعي صح ماكو. بالضبط صح. مشكلة. ف احنا عندنا شغلة واحدة ممكن نسوي، يعني هسه يمكن ما ادري هسه راح اشوف لك اياها، هسه تدخل للغرفة سؤال بس الصوت العالي. اي اوكي انت شوفني بس الصوت العالي اذاك باذنك، يعني انا شوي عندي المروحه او حاسب احاول لا اقلل من صوت هو الدنيا. صار صوت عالي بس مو مشكلة طبيعي، بس هو كان صوت عالي. طول الصوت ولا انقطع؟ طول الصوت احاول بالاقطع او اسوي يعني تقريبا أخذ يمكن 30 ثانية او هيك شيء. اوكي. انا اوريدي راح أي انشر الفيديو واكتب مثلا اعتذر على هذا الامر، صار خطأ تقني او شيء هذه مو مشكلة سيستمر. مو مشكلة ماكو مشكلة. المهم أنا مثلا هسه عندي غرفة مترتين بمترتين، فبالغرفة هاي أنا مخلي كروما قماش أخضر، ودا أحاول إنه مثلا إذا أريد أشتغل أي شيء أقدر إنه أتحكم بموضوع بس الإضاءة. إحنا عندنا بالعراق عندنا قلة وعي بهذا الشيء، يعني مثلا إذا هو ما عنده هاي الموافقات إنه يطلع يصور بالشارع، إذا هو يقدر يشتغل بداخل الكروما يعني بداخل القاعات. لازم لها بس غرفة المشكلة خاصة، يعني شغل كله عليها يعني ماكو داعي. يعني مشكلة شغلة بالضبط تصوير. يعني بمكان واحد يقدر يصور كل المشاهد وبالمونتاج يشتغلها، ويقدر وعندنا ما شاء الله يعني أشخاص يشتغلون على المونتاج، يعني الشغل كلش حلو. بس أفكار حاليا ماكو على ما يبدو، إنه لأن ما حد ينتج يعني شيء بيحظ، يحتاج لهم الشغل، هو يحتاج الفنان فد نفسه هو مجموعة. بالعراق بصورة عامة يحتاج هم دعم تطور. يعني أنا هذا كل اللي سويته هسه تشوف أعمالي، أنا مهتم بكل صح المجالات. أنا البحث عندي مقابلة فنية مع شخص من إسبانيا تتناقش اي وياه كإلكترونيك نيوز هواية، يعني طولت شوية المقابلة وأنا أحب يعني أكتب وهواية عندي مواهب، بس صراحة طويلة إذا أقعد أحكيها بعد قيادة يعني مو مال أونلاين. صح إي فكل الأعمال اللي أنا سويتها وحدي يعني كلها، يعني هذا القتال كله فردي بدون أحد بدون مساعدة أحد. بالضبط. وهذا الشيء اللي هو خلانا نصير أصدقاء، إنه أنت اعتمدت شرف على نفسك. الله يسلمك، الشرف لي. أنت اعتمدت على نفسك، أنت من لا شيء بنيت نفسك، عكس الناس اللي عندهم هواية من يعني المتطلبات متوفرة عندهم لكن ما يحققون شيء. فإحنا هسه محتاجين خلينا نقول إذا نلقى 15 واحد مو أكثر، 15 واحد يشبهونك، فاعتقد راح تصير ثوره كلش كبيره بالوسط الفني بالعراق. هو أنا وحدي وجاي 15 واحد قاتل، أنا وحدي وجاي قاتل، يعني أنا وحدي وجاي بالضبط أفوز. بالضبط. ف كان يعني لقاء كلش ممتع وياك، يعني صراحة ما يشبع منك والله انا بصراحة. بصراحه انا شخصيا اللي استمتعت، لانه بصراحه انا من زمان ما حاكي عربي. تخيل على هاي مدى الاربع اشهر اللي اختفيت بيها انا ما حاكي ويا احد. أنا دائما تخيل أسأل عليك، أسأل عليك أيمن، أسأل عليك محمد، أقول مروان صح شو وين صار؟ اختفي وين؟ أنا بصراحة قعدت بهاي الغرفة واعتكفت إنه ما التقيت بأحد وما عظيمة حكيت عظيمة أحد، غرفة عظيمة، مكتبة مالك وحتى كلش لساني حلو. شوية يعني لساني صار ثقيل طبعا بالعربي، أو هو تعرف بشكل أنا عام بالكلام، لأن كلش قليل يعني كنت أحكي بهاي الفترة. المهم ف يعني طلعت إنه راجعت أخطائي القديمة، وحاولت إنه أراجع الأخطاء اللي أنا دا أمر بيها، وشنو اللي لازم اسوي للمستقبل. يعني هسه انا لازم ابني مستقبلي من الصفر،
لازم ابدي من جديد. وتخيل انه انا هسه بنص جسم، يعني انا هسه بنص جسم دا اشتغل ودا احاول انه اسعى، فان شاء الله نوصل. يعني احنا ما اكيد يعني لا ما دام عندنا عقل يشتغل فان شاء الله نستمر قبل بعد ونطور مده من الزمن ونقدم شيء. احتمال بعد مده من الزمن احتمال شهر وجه عندي مقابله مع مخرج ايران حلو حلو اظل كلش اكتب رائع. فاذا اتطور بجانب الموسيقى الالكترونيه واذا دخلها بجانب الموسيقى الافلام السينمائيه اقصد الموضوع طويل إيران بس تخدمك، إيران تخدمك. تعرف ليش؟ لأن عندهم هواية مهرجانات بالسينما، كلش يعني أعمالهم ممتعة. هي رهيب إذا يصير عندك تواصل وياهم فهذا الشيء كلش عظيم. أكيد هذا مستقبل يجوز فيه يوم من الأيام أقصد هذا الأمر يعني هو فيلم صح صراحة مش يشرف صراحة أنا اليوم كلش تمتعت وياك والحديث كلش مشوق يشرفني يعني ربي يسلمك أنه أتكلم مع مروان باسم الأدهم الفنان العراقي ربي الفنان يسلمك العظيم كلش أحبك أنا كلش أعزك. ألو فدوى لأمرك. حبيب الوردة أسمعك صراحة أسمعك أنا آسف بخصوص هذا الصوت العالي شوي عن ترى عددي قديمة وأنت أسوي شيء من لا شيء يعني ماكو مشكلة فاهم ماكو مشكلة أي كلش ماكو الشرف مشكلة اليوم طبيعي لقائك وكلش أنا سعيد وإن شاء الله بالمستقبل أتمنى إنه نلتقي يعني إذا تجي في سفرة للعراق أو مثلا تجي يعني في الزيارة أنا أكون أول الناس حاضر يعني أجيك بالمطار أجيك بالمطار الله يسلمك حبيبي الله الغالي يسلمك إن شاء حبيبي الله أنا حبيبي كلش أشكرك نلتقي كلش على ألف أشكرك خير إن شاء الله. إن شاء الله.